السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اليوم في درس جديد من دروس الرياضيات 5 ثالث ثانوي الفصل الدراسي الأول. طبعا عندنا هنا الموضوع هو إثبات صحة المتطابقات المثلثية في الصفحة 141. طبعا فيما سبق كيف حنا نربط الموضوع السابق بهذا الموضوع، فيما سبق درسنا حنا كيفية استعمال المتطابقات لإيجاد قيم العبارات المثلثية وتبسيطها. تذكرون في الموضوع السابق يا أحبة أخذنا عدة أنواع للقوانين، أخذنا متطابقات فيثاغورس، أخذنا متطابقات الزوايا المتممة، وأخذنا أيضا متطابقات المقلوب، وأخذنا المتطابقات النسبية، وأخذنا عليها عدة أسئلة. اليوم إن شاء الله راح إيش نعمل؟ اليوم بإذن الله راح نثبت صحة المتطابقة المثلثية بتحويل أحد طرفيها إلى الطرف الآخر. نبدأ بطرف وننتهي بطرف آخر. أيضا راح نثبت صحة المتطابقة المثلثية بتحويل كل من طرفيها إلى العبارة نفسها. تعالوا نشوف إيش معنى هذه الأهداف. راح أطرح على نفسي سؤال مهم في هذا الدرس. في هذه الأسئلة أنا كيف راح أثبت صحة المتطابقة ابتداء من أحد الطرفين؟ يعني راح أبدأ بطرف راح أثبت الصحة، هل فعلاً يساوي الطرف الآخر أم لا؟ تعالوا نشوف. إذن كيف نثبت صحة المتطابقات المثلثية ابتداء من أحد الطرفين؟ تحويل أحد طرفي المتطابقة. طبعاً يمكننا استعمال المتطابقات المثلثية الأساسية بالإضافة إلى تعريف الدوال المثلثية لإثبات صحة المتطابقات زي ما ذكرنا قبل قليل باستعمال القوانين اللي أخذناها سابقاً. خطوات إثبات صحة المتطابقات من خلال تحويل أحد طرفيها. طبعاً هنا ما عندي الخطوة واحدة، الخطوة هي إيش؟ هي نبسط أحد الطرفين للمتطابقة حتى يصبح الطرفان متساويان. يعني إذا جاك فيه معادلة أو متطابقة أروح أشوف الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى وأبدأ ألعب فيها باستخدام القوانين السابقة وأشوف في النهاية هل هذا الطرف يساوي الطرف الأيمن أو العكس، أبدأ بالطرف الأيسر وأناظر هل في النهاية تساوي الطرف الأيمن أم لا. ممتاز. إذا أروح ألعب أو أروح أبسط أحد الطرفين علشان أتأكد من أن هذه الأطراف متساوية. تذكر في عندي إخوان تنبيه مهم، تذكر أننا لما نجي نثبت صحة المتطابقة المثلثية فإن هذه المتطابقة صحيحة لجميع قيم ثيتا، لجميع قيم الزوايا. ممتاز. لأي قيمة زاوية عندي راح تكون المتطابقة متساوية. طبعا دائما من السهل أن يكون البدء بالطرف الأكثر تعقيدا، يعني لما يجي السؤال يقول لي أثبت صحة المتطابقة على طول تروح عيني للطرف اللي فيه المعقد شوي، اللي فيه اللي فيها عبارات كثيرة أو في عندي عبارة شوي يعني طويلة، فأبدأ فيها وأبدأ ألعب فيها وأركب فيها وأبسط فيها، في النهاية أناظر هل فعلا في النهاية تساوي الطرف المطلوب أم لا. عندي سؤال هنا، أثبت صحة هذه المتطابقة. كوتان تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا يساوي كوتان تربيع ثيتا ضرب كوساين تربيع ثيتا. لاحظ معي، أسأل نفسي سؤال أي طرف أبدأ فيه أنا؟ هل أبدأ بالطرف الأيسر أو أبدأ بالطرف الأيمن؟ ألاحظ أن الطرف المعقد عندي هو إيش؟ الطرف المعقد تقريبا هو كوتان تربيع ناقص كوساين تربيع. قبل ما أبدأ لحل هذا السؤال خلونا نستذكر بعض القوانين اللي أخذناها سابقا وأحطها على اليسار علشان أستعملها لحل هذا السؤال. أخذت متطابقة سابقة تسمى المتطابقة النسبية، المتطابقة النسبية وهي كوتان ثيتا يساوي كوساين ثيتا ضرب أو قسمة ساين ثيتا. إذن هذه يا شباب من إيش؟
تحطها على اليمين من متى طابقات النسبية اللي أخذتها سابقا. من المتطابقات النسبية كوتان ثيتا يساوي ساين ثيتا أو كوتان ثيتا يساوي كوساين ثيتا على ساين ثيتا. طيب لما أجي أربع الطرف الأيسر بالتأكيد راح أربع الطرف الأيمن، وبالتالي كوتان تربيع ثيتا يساوي كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. هنا يا شباب بإيش؟ بالتربيع. ماذا عملنا؟ ربعنا الطرف الأيسر وربعنا الطرف الأيمن، وبالتالي هذه راح استعملها للتعويض بالقيمة اللي عندي هنا. ممتاز. وأيضا أخذنا متطابقة سابقة اسمها متطابقة فيثاغورس اللي هي إيش؟ اللي هي كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي واحد. الآن إيش أعمل؟ روح أكتب الطرف الأيسر هذا، أبدأ فيه. إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الطرف الأيسر. أبدأ إيش؟ أبدأ ألعب فيه. ممتاز. إذن كوتان تربيع ثيتا، أروح إيش أعمل في الكوتان تربيع ثيتا يا شباب؟ الكوتان تربيع ثيتا هذه أروح أشيلها وأحط مكانها كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. إذن بالتعويض عن كوتان تربيع ثيتا، إذن كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا، والناقص هذه تنزل والكوساين تربيع ثيتا تنزل. لاحظ معي، أنا بادي من الطرف الأيسر، إيش عملت؟ كوتان تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا، شلت الكوتان تربيع ثيتا وحطيت مكانها إيش؟ كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا باستخدام المتطابقة السابقة اللي خبتها من القوانين. طيب بعد ذلك راح استعمل متطابقة فيثاغورس، ألا وهي إيش؟ ألا وهي كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا، والكوساين تربيع ثيتا لما أجي أطرح ساين تربيع ثيتا من الطرفين بتكون عندي الكوساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. لاحظ معي هنا إيش راح أعمل؟ راح الكوساين تربيع ثيتا والكوساين تربيع ثيتا ألاحظ أنها مشتركة بإيش؟ بالطرفين. إذن الكوساين تربيع ثيتا أخذناها عامل إيش؟ عامل مشترك. إذن الكوساين تربيع ثيتا خليناها عامل مشترك. الكوساين تربيع ثيتا طلعها برا يطلع عندك واحد على ساين تربيع ثيتا، والكوساين تربيع ثيتا طلعها برا يبقى عندك هنا إيش؟ يبقى عندك واحد. الآن ممكن إني إيش؟ ممكن إني أوحد مقامات، يعني هذه طبعاً مقامها واحد. لما أجي واحد مقامات طبعاً باختصار العملية هذه، إذا العملية هذه هي أصلاً واحد على ساين تربيع ثيتا ناقص واحد على واحد، واحد في واحد واحد ناقص تنزل هنا واحد في ساين تربيع بساين تربيع ثيتا. ممتاز. قسمة ساين تربيع ثيتا في واحد اللي هي ساين تربيع ثيتا، والكوساين هذه ننزلها كما هي. طبعا هذا ايش؟ هذا يا شباب توضيح لقاعدة ايش؟ قاعدة توحيد المقامات. اذا بعد ما اكتشفنا ان الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا، الآن ماذا أعمل؟ الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا هذه قاعدة أخذتها قبل قليل، إيش رأيكم؟ الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا أشيلها وأحط إيش؟ أحط مكانها الكوساين تربيع ثيتا. إذن هذه بإيش؟ بالتعويض، بالتعويض عن قيمة الساين أو الكوساين تربيع ثيتا. إذن الآن عوضت قيمة الكوساين تربيع ثيتا، أصبحت عندي كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. الآن ما رأيكم ماذا أعمل؟ هنا الكوساين تربيع ثيتا
على ساين تربيع ثيتا الكوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا باستعمال متطابقات النسبة. كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا بيطلع عندي إيش؟ كوتان تربيع ثيتا. إذن كوساين تربيع ثيتا في كوتان تربيع ثيتا اللي هو إيش؟ اللي هو الطرف الأيمن. استنتجنا ماذا يا شباب؟ استنتجنا أننا بدينا من الطرف الأيسر وانتهينا بالطرف الأيمن، وهذا هو الطرف الأيمن. طبعاً العملية إبدالية، وهذا هو إيش؟ الطرف الأيمن. ممتاز. إذن بدينا من الطرف الأيسر وانتهينا بالطرف ماذا؟ بالطرف الأيمن. وهذه هي حل معادلة أو حل أو إثبات صحة المتطابقة النسبية، ابتداء من الطرف الأيسر ونهاية بالطرف الأيمن. الآن ماذا أعمل يا شباب؟ طبعا باستخدام المتطابقات اللي أمامي. إذن في هذه القاعدة استخدمنا المتطابقات اللي أخذتها في الحصة الماضية. هذا سؤال آخر يا شباب، أي من العبارات الآتية تكافئ العبارة التالية؟ تكافئ تان ثيتا أو تان تربيع ثيتا كوتان تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا؟ طبعا يا شباب إما تكافئ الكوتان تربيع ثيتا أو التان تربيع ثيتا أو الكوساين تربيع ثيتا أو الساين تربيع ثيتا. أبدأ يا إخوان بأكتب هذه العبارة كما هي، كتبتها هنا. لاحظ معنا التان تربيع ثيتا لها قانون سابق حنا أخذناه، هو إيش؟ هو ساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا. ممتاز. طيب الكوتان تربيع ثيتا أيضا له قانون سابق اللي هو كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. ممتاز. وهذه أضعها كما هي. لاحظ معي أنا إيش عملت هنا؟ حولت التان والكوتان والكوساين إلى عبارة فيها فقط ساين وكوساين. لاحظ معي ساين كوساين كوساين ساين وهنا كوساين. حاولت إني حاولت أبسطها إلى أبسط صورة. الآن طبعا هذه باستخدام إيش؟ باستخدام المتطابقات النسبية. المتطابقات النسبية. بعد ذلك أقوم ماذا؟ أقوم بعملية التوزيع. توزع اللي برا على الحد الأول هذا وتوزع مرة ثانية في الحد الثاني. إذا ساين تربيع ضرب كوساين تربيع، طبعا هذه العبارة في هذه العبارة ثم هذه العبارة في العبارة الأخرى. ممتاز. إذا بالتوزيع وزعنا اللي برا ساين تربيع على كوساين تربيع هذا في هذا، ساين تربيع على كوساين تربيع في كوساين تربيع على ساين تربيع، هو الطرف إيش؟ الأيسر. ممتاز. والناقص هذه ننزلها كما هي. طيب العبارة هذه في الكوساين تربيع، إذا ساين تربيع على كوساين تربيع ثيتا ضرب كوساين تربيع ثيتا، ماذا نستنتج هنا؟ نستنتج أنه يوجد لدينا اختصارات، الساين تربيع مع الساين تربيع تروح والكوساين تربيع مع الكوساين تربيع تروح. انتبه لما أجي أختصر يا أخوان العبارات ولا يبقى عندي شيء، لا تخليها صفر، العبارة راح تكون إيش؟ راح تكون عندي واحد. وأيضا في عندي لدينا اختصار هنا الكوساين تربيع مع الكوساين تربيع تروح، يبقى عندك ماذا؟ واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. والواحد ناقص ساين تربيع ثيتا من متطابقة فيثاغورس. متطابقة فيثاغورس يا شباب إيش كانت تقول لي؟ متطابقة فيثاغورس تقول لي أن الكوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا يساوي واحد، صح ولا لا؟ طيب
لما أجي أطرح ساين تربيع من الطرفين يصبح عندي كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. هذه متطابقة فيثاغورس اللي أخذتها سابقا. طيب إذا كانت واحد ناقص هذه واحد ناقص ساين تربيع ثيتا، الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا اللي عندي هنا تساوي إيش؟ هذه واحد ناقص ساين تربيع ثيتا إيش تساوي؟ تساوي كوساين تربيع ثيتا. إذا ليش ما أشيل أو ليش ما أشيل الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا وأحط مكانها الكوساين تربيع ثيتا؟ إذن هذه الواحد ناقص ساين تربيع ثيتا أشيلها وأحط مكانها الكوساين تربيع ثيتا. إذن هذه هي الكوساين تربيع ثيتا. واضح يا شباب؟ إذن الخيار الصحيح هو الإجابة سي. الإجابة سي. لاحظ معنا إيش عملنا أول شيء؟ استناداً إلى قاعدة سابقة أخذتها من متطابقات النسبية اللي هي ساين تربيع على كوساين تربيع تان تربيع، والكوتان تربيع هي كوساين على ساين. أشيل التان تربيع أحط معدلها ساين تربيع على كوساين تربيع، وأشيل الكوتان تربيع أحط مكانها الكوساين تربيع على ساين تربيع. بعد ذلك نوزع اللي برا على اللي جوا، يطلع عندي هنا بعد ما أختصر يطلع عندي واحد ناقص ساين تربيع، وهذه من متطابقة فيثاغورس استنتجنا أنها تساوي كوساين تربيع ثيتا. هذا هو حل السؤال اللي أمامي. نجي للطريقة الثانية يا شباب. الطريقة الثانية هي تحويل طرفي المتطابقة. في بعض الأحيان يكون من الأسهل أني أحول كل طرف من المتطابقة إلى صورة بشكل أو إلى صورة مشتركة. لاحظ معنا هنا خطوات إثبات صحة المتطابقة من خلال تحويل طرفيها. أولاً نبسط العبارات بالاستفادة من المتطابقات الأساسية، وأيضاً بعد ذلك نحل أو نضرب كل من البسط والمقام بالعبارة المثلثية نفسها، ثم بعد ذلك نكتب كل طرف بدلالة كل من الجيب وجيب التمام فقط، ثم نبسط المقدار بقدر المستطاع. هذه يا أخوان الخطوات الأساسية. طبعاً بديهياً أنت ما راح تعرف كيف خطوات هذه إلا لما تجي تحل المسائل، إلا لما تجي تحل المسألة. هذا طبعاً في عندنا تفكير مهم، لا تنسى أو لا تنفذ أي عملية جمع وطرح وضرب وقسمة على طرفي المعادلة التي يطلب إثبات أنها متطابقة، لأن خصائص المساواة لا تنطبق على المتطابقات كما تنطبق على المعادلات. يا شباب الفكرة عندي هنا في هذه في هذا التفكير، هذا تفكير مهم، أنا لما أعطيك متطابقة تساوي متطابقة، أنا أبدأ من إيش؟ من الطرف الأيسر. واضح؟ لما أجي أبدأ من الطرف الأيسر لا تعمل عمليات الضرب والقسمة، انتبه. ليش؟ راح أنا ألعب في هذا الطرف، يعني أشيل منها كوتان، أشيل منها الساين، أشيل منها أي قيمة وأحط مكانها قيمة أخرى. ما ينفع أني أقسم على الطرفين لأني أنا ألعب في هذا الطرف. الطرف الأيمن ما لي دخل فيه، راح ألعب في هذا الطرف، ثم في النهاية أشوف لما أجي أخلص منتهي من الحل هل هذا يساوي الطرف الأيمن أم لا. ممتاز؟ هذا هو إيش؟ هذا هو إثبات صحة المتطابقات. تعالوا نشوف الطريقة الثانية لإثبات صحة المتطابقات. أثبت صحة هذه المتطابقة، كوسيك تربيع ثيتا ناقص كوتان تربيع ثيتا يساوي كوتان ثيتا تان ثيتا. أول شيء الكوساين أو الكوسيك تربيع ثيتا ناقص كوتان تربيع ثيتا تساوي إيش؟ الكوسيك تربيع ثيتا من متطابقات المقلوب تساوي إيش؟ من ال من خص من متطابقات المقلوب نلاحظ أن الكوسيك تربيع ثيتا يساوي واحد على ساين تربيع ثيتا. إذن أشيل الكوسيك هذه وأحط مكانها واحد على ساين تربيع ثيتا. واضح؟ طيب من الخصائص أو من المتطابقات النسبية، من المتطابقات النسبية نلاحظ أن الكوتان
تربيع ثيتا يساوي إيش؟ يساوي كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. إذن أشيل هذه الكوتان تربيع ثيتا وأحط مكانها إيش؟ كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. بعد ذلك تلاحظون المقامات وش فيها؟ المقامات موحدة. طيب بما أن المقامات موحدة ليش ما تخليها المقام هو نفسه وتطرح اللي فوق، يعني طرح هنا. إذن واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا يساوي ساين تربيع على ساين تربيع في النهاية كم يعطيك؟ يعطيك واحد. طيب أنت الآن أثبتت الطرف الأيسر، زي ما ذكرنا سابقا نثبت كل طرف على حدة. يعني حنا بدينا من الطرف الأيسر، هذا هو الطرف إيش؟ الأيسر، عشان بس يكون عندي واضح. هنا الطرف الأيسر، وهنا يا شباب بكتب إيش؟ الطرف الأيمن. أبدأ إيش ألعب؟ أبدأ ألعب الطرف الأيمن. الطرف الأيمن إيش هو يا شباب؟ الطرف الأيمن هو كوتان ثيتا ضرب تان ثيتا. والكوتان ثيتا عشان بس تكون واضحة، الكوتان ثيتا من قانون سابق يساوي كوساين ثيتا على ساين ثيتا، ممتاز. والتان ثيتا من قانون سابق، قانون المتطابقات النسبية، يساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا، ممتاز. إذا أشيل الكوتان ثيتا أحط مكانها كوساين ثيتا على ساين ثيتا، وأشيل التان ثيتا وأحط مكانها ساين ثيتا على كوساين ثيتا. بعد ذلك أختصر الكوساين مع الكوساين والساين مع الساين، يبقى عندي في النهاية واحد. طيب إيش رأيكم بالناتج هذا والناتج هذا؟ مهم متساويين؟ إذن الطرفين متساويان، الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، وبالتالي المعادلة هذه تمثل متطابقة. إذن أخذنا طريقتين لحل المتطابقات، تبدأ بالطرف الأيمن الأيسر وتشوف هل في النهاية يساوي الطرف الأيمن أم لا، الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تبدأ تأخذ كل طرف الحال، الطرف الأيسر أحلله وأبسطه طلع عندي واحد، الطرف الأيمن أحلله وأبسطه طلع عندي في النهاية واحد. إذن المتطابقتين أو المتطابقة هنا صحيحة. نشكر لكم حسن استماعكم، إلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.